أبو عبيدة بن الجراح أمير الأمة ومن السابقين الأوليين الذين هاجروا الهجرتين، شهد بدرًا وما بعدها، وهو أحد المبشرين بالجنة. عامر بن عبد الله بن الجراح القرشي الفاري ولد سنة 40 قبل الهجرة، وكان رجلا نحيفا خفيف اللحية، وكان من السابقين الأولين، فقد أسلم في اليوم الثاني لإسلام أبو بكر الصديق، وكان أسلمه على يد سيدنا أبو بكر الصديق مع مجموعة من الصحابة الذي أقيم عليه الصرح العظيم. أسلم مع بداية الدعوة أي قبل الهجرة 13 سنة، شهد بدرا وهاجر الهجرتين الحبشة والمدينة المنورة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أبا عبيدة بن الجراح ويثني عليه دائما، فكان يقول: نعم الرجل أبا عبيدة بن الجراح. وعن حديث عبد الله بن شقيق رضي الله عنه قال: سألت عائشة: أي أصحاب رسول الله كان أحب إلى رسول الله؟ قالت: أبو بكر. قلت: ثم من؟ قالت: عمر بن الخطاب. ثم من؟ قالت: أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه إنه من أحد المبشرين بالجنة، فقال صلى الله عليه وسلم عن أبو بكر بالجنة، وعمر وعلي وعثمان وطلحة بالجنة، والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص بالجنة. فقال صلى الله عليه وسلم: لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. الثبات في الميدان والدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعائشة رضي الله عنها قالت: سمعت أبا بكر رضي الله عنه يقول: لما كان يوم أحد ورمي رسول الله في وجهه حتى دخلت في وجنتيه حلقتا من المغفر، فأقبلت أسعى وإذا رجل من المشرق يطير طيرانا، فإذا أبو عبيدة بن الجراح. أسألك بالله يا أبا بكر إن أنزعها من وجنتيه. فقال أبو بكر: فتركته، فأخذ أبو عبيدة إحدى حلقتي المغفر بثنيته فنزعها وسقط على ظهره وسقطت ثنيته، ثم أخذ الحلقة الأخرى بثنيته فنزعها فسقطت. فكان أبو عبيدة في الناس أثرم، وأثرم تعني ساقط إحدى ثنيتيه. وفاته توفي في طاعون أقواس سنة 18 الهجرة، وكان عمره 57 سنة. فقد أوصى إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم شهر رمضان، أوصى بالتوادي بين المسلمين والتراحم، الاستعداد للموت ولقاء الله تعالى.